الغش التجاري؟ تقول شنو ابو احمد الغش التجاري؟ تروح الكبره يقول لك يبون يشترون من المزارع الكويت الانتاج الكويتي رخيص، ياخذونه ببلاش. يبون الخضره هذه مجهزين للسكر الجماعه اللي هناك، انتاج اردني وهو انتاج الوفره والعبدلي، انتاج لبناني وهو فلفل كويتي، خيار كويتي. تقول عندك الدليل؟ عند الدليل. لكن هني من يتحمل المسؤولية الغش التجاري؟ التجارة ولا البلدية؟ الإجابة عند المسؤولين في الدولة. تك تك، سمعتوا ولا لحد الحين بإجازة صيفية؟ شوف التغريدة. السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. الشركات اللي هني قاعد تشتري المحلي وتحط عليه منتجات أردنية، يعني إنه مستورد، وهذا تغليفهم من اليوم شغالين. شوف منتجات أردنية، وهذا الكرتون اللي فيه اللزقات، وهذا يا شباب القرع زين منتجات لبنانية، يا عيني على لبنان. شو هايدة؟ فعلا شو هايدة يا زلمة؟ تروح الكبرى، ها انتاج شنو يبا هذا؟ انتاج لبناني. هاي شنو؟ انتاج مصري. هذا شنو؟ انتاج، وهو انتاج كويتي، ياخذونه ببلاش. والقضية كلها كرتون ما يتجاوز سعره 20-25 فلس، وخضرة كويتية شيل بالطن ويحطونه، ويروح الكبرى يوردونه للجمعيات ويوردونه، وعليه استكر انت منتجات لبنانية. زين ما عندنا تفاح ورمان، شو يسمون انتاج كويتي بعد، انتاج لبناني وهو انتاج كويتي. من اوجه؟ مو كافي هالغلل اللي بهالديرة؟ باكر راح نتكلم عن غلاء الاسعار، لحظه تونا بادين اول يوم. من يتحمل؟ من يغشني؟ وين الرقابه؟ ولا صوت بعض التجار اقوى من المسؤولين؟ ولا المسؤولين هم اللي اقوى؟ ولا القضيه قضيه شراكه؟ الكل يستفيد، وين تشوفونها أقرب؟ هذا التاجر أقوى من المسؤول، ولا المسؤول أقوى من التاجر، ولا هي شراكة الكل يستفيد؟ تشوفونها وين؟ بالثالثة ولا بالأولى؟ بالثالثة ولا بالثانية؟ ولا هي شراكة السلطة عندما يكون هناك شراكة بين تاجر ومسؤول ينتج على فساد؟ تشوفونها أقرب؟ ها؟ أقرب؟ أقرب ها؟ شراكة؟ الكل مستفيد؟ الكل ماكل؟ ترى مو بس بالكويت، كل الدول العربية. لا يمكن يصبح هناك فساد بدون أن يكون هناك شراكة. لو كنا نختار مسؤولين صح، ما أصبح هناك شراكة فاسدة ولصوص باسم القانون، وتحال الملفات إلى القضاء بدون أوراق وطيري يا فلوس. من الأمور المزعجة